وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الدار كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. جلادس منورة كالعادة. سيسي. والنهارده احنا كده يمكن عن اول هرم واول مبنى في تاريخ البشريه يتبني من الحجر الجيري. طب احنا بس قبل ما نبتدي اي كلام انا بالنسبه لي المرشد السياحي هو سفير لبلدي، وفي اوقات معينه من حياتي كنت احب اكون مرشد سياحي زيكم، زي اللي بيشتغلوا في السلك الدبلوماسي، زيكم زي الاعلاميين بيطلعوا على قنوات فضائيه، لان انتوا اكتر ناس بتتعامل مع الاجانب. فيمكن انتوا كمان اهم مننا، اهم من المذيعين يعني، مش من السلك الدبلوماسي طبعا، السلك الدبلوماسي ناس سفراء وعلى راسنا من فوق. انتوا طول النهار بتتعاملوا مع جنسيات مختلفه، انتوا بتقعدوا تحكي لهم عن مصر القديمه والحديثه، انتوا بتقعدوا تحكي لهم عن مجد وحضارة مصر القديمة والمصريين القدماء الثلاثين أسرة البطالمة، الحضارة مصر القبطية، مصر الإسلامية، مصر الحديثة، وبتقعدوا تحكوا كمان عن الجمهورية الجديدة والمشروعات الجديدة اللي بتتعمل. فأنتوا بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا، وبالنسبة لي أنا أنت عارفة طبعا شهادتي مجروحة، ويؤسفني الحادثة اللي فيها غدر لجايد من المرشدين السياحيين المهمين جدا، اللي واضح انا ما اعرفوش بس من الواضح من الكلام اللي اتقال عنه انه كان ذو خلق، امين في شغله، بيهتم جدا بالسائح لما ان هو يوري له بلده، وتم استشهاده بطريقه كلها غدر في اسكندريه. فاحنا خلينا نحط صورته لو سمحتوا. استاذ سيد الخوالقة، مرشد سياحي مصري استشهد وتم قتله وهو بيعمل شغله وبيعمل واجبه الوطني. فألف رحمة ونور عليه، ببعت عزائي وعزاء كل سكان 4 شارع شريف لكل أسرته. أنا عارف إن عنده بيبي طفل صغير، ومراته مرشدة سياحية، مرشدة سياحية، وأتمنى أنها تفضل مكملة في مسارتها وفي شغلها. وخليني ممكن تشوف الصورة لو عايزين، وخليني بس أقول حاجة، إن أي ضيف بيخش مصر وأخد فيزا وسمح إن هو يخش جمهورية مصر العربية بطريقة شرعية، يعني في كل الأديان، ومش مفروض حد يجي جنبه لأنه دخل يستأمننا على حياته. وادخلوا مصر آمنين، ما تخشوش مصر مرعوبين. فهنقول ده حدث فردي حصل في ظروف معينة بطريقة معينة، ما كناش نحب إن هو يحصل أكيد، ومش هيحصل تاني. ويمكن الحلقة اللي فاتت أنا وجلادس كنا قاعدين وعملنا ألف سلام وتحية لكل العاملين في شرطة السياحة، وإحنا شايفين قد إيه في انضباط، لأن في حركة سياحية في مصر غير مسبوقة بالذات في الأقصر وأسوان. يمكن في الوقت الحالي شرم الشيخ، الغردقة، بعض الأماكن ما فيهاش سياحة كتير أو ما كانتش رجعت بقوة الأقصر وأسوان. فاحنا عايزين بلدنا دي، احنا بنتمنى، احنا بنقول بيخش لنا في السنه 12 ل 15 مليون سائح، بنتمنى ان هم يبقوا 30 او 40، بس انا امنيتي ان هم يبقوا 150 مليون 200 مليون، لان احنا بلدنا فيها كل حاجه.
واول حاجه فيها الانسان المصري. الانسان المصري لما بنقول عليه انسان مصري يعني الكرم، الاخلاق، الجدعنه، الشهامه، حاجات كتيره قوي. في بعض الصفات دي راحت من بعض الناس، بس الصفات الحلوه هي في اغلبيه الشعب المصري. عندنا فسيح هيجي لنا عشان ده، هيجي لنا عشان المزارات السياحيه اللي ما فيش زيها في الكوكب، هيجي لنا علشان الشواطئ يعني ساحل البحر المتوسط، ساحل البحر الاحمر اللي ما فيش زيهم في الكوكب، هيجي لنا علشان الجو الحلو اللي في مصر، خريف وشتاء وربيع وصيف، هيجي لنا عشان اكلنا الحلو، هيجي لنا علشان هيحس بامان رغم اي حاجات بسيطه بتحصل، بس مصر فيها امان. يمكن انا شخص بيسافر كتير جدا بره وببقى شايف بعينيا في دول مهمه جدا في بعض الاماكن بيحصل نشل للسياح، ازاي بيتنشلوا في ثانيه قدام الناس، واللي بيجري بيكت ما حدش بيعرف يجيبه. احنا ده عندنا ما بيحصلش ومش هيحصل. ف بعزيكي عشان انت من اسره المرشدين السياحيين في مصر، وانت شخصيه بالنسبه لي مهمه جدا، انت سفيره فعلا لبلدي. انا بشوف ده، انت طول النهار كل ما اكلمها انا معايا مش عارف جروب منين، انا معايا ناس منين، انا معايا، ببقى مطمن ومبسوط ان واجهه حلوه بتعامل مع سياحنا اللي بيجوا يستمتعوا بمصر. وانا كل مره اتكلم وش تقول لك عشان انت بتقول اصل انت شريف مهما اقول لك الاحساس يعني بص هو كان احساس كده ايه خليط، لان انا ساعه الحادثه دي انا كنت بالظبط في مدينه اسنا. بص خليط بقى من ان انت متضايق وان انت متغاظ وان انت صعبان عليك الراجل اللي مات، طالع يعني فاهم بيشوف شغله زي انت ما بتقول اكل عيشه، اكل عيشه. ومهما اختلفت مع الضيف اللي داخل لي، مهما كان عدوي حتى، لا هو ما ينفعش اعمل فيه كده بالظبط. وفي نفس الوقت طب هو هل ممكن يعني ان شاء الله زي انت ما قلت مش عمره ما هيحصل حاجه تانية، بس هو خليط كده. زائد ان احنا شريف برضو كسيكتور في المجتمع احنا عانينا سنين طويله، بقالكوا 10 سنين كنتوا ما بتشتغلوش وما يخشوكمش كل ما نشتغل شويه يحصل حاجه، ف اللي هو يعني احنا عانينا كتير انت فاهم. وانا عايز اقول لاي حد بيفكر او مش قادر يستوعب اهميه السياحه، انا شايف السياحه دي لازم تبقى مشروع قومي. السائح ده لما بيجي بيصرف فلوس، السائح ده لما بيجي لنا بيجيب معاه دولار بيجيب معاه يورو، عمله صعبه. السائح ده لما بيجي بيركب عربيات، يعني في سواقين، بيروح مطاعم، يعني في شيفات واكل، بيروح فنادق، بيتفسح، بيصرف، بيعمل، بيشتري، يعني تعرف كان في دراسه بتقول ان السياحه بتشغل 72 مهنه حواليها، يعني غير مهنة. يعني شوفي قد ايه بيوت بتتفتح. طبعا بيوت كلها مفتوحه وعامله حركه في البلد. صحيح. طيب بقى نتكلم عن اقدم مبنى حجري في التاريخ، هرم زوسر، ده كان في الاسره الثالثه. ايوه كلميني عنه. احنا بنتكلم في حوالي 2700 قبل الميلاد، في الوقت ده احنا في الدوله القديمه، في الوقت ده العاصمه مصر كانت في ميت رهينه اللي هي قريبة من سقارة، وسقارة دي جبانة مصر على فكرة، مش بس في الدولة القديمة برضو على مر العصور حتى في العصر اليوناني الروماني. وأنا بشوف أن السقارة دي أعظم جبانة في العالم، لأن إحنا لغاية دلوقتي كل يوم بنطلع حاجة جديدة. وكانوا زمان الدكاتره يقولوا لنا اللي موجود دلوقتي تلت اللي لسه موجود تحت الارض. طيب الملك زوسر كان راجل متفتح جدا، وكان بيتقبل ان الناس اللي شغاله معاه تقول رايها. قبل الهرم المدرج كان ايه شكل المقبره او كانت مصنوعه من ايه؟ كانت عباره عن مصاطب صغيره وكانت بتتبني من الطوب اللبن. عارفين احنا الطوب اللبن التين بيتخلط بالتبن. ايوه بالتبن. ايوه
بتبقى ويتنشف ويتعب ويتنشف في قوالب وكده. طيب ف ام حاطب اللي هو وزيره العظيم قال له طب ما تيجي نجرب حاجه جديده، نستعمل نوعيه جديده من الاحجار. فما قال له يلا نعمل كده. المهم منفس بقى او ميتراهينا اللي هي العاصمه كان في القصر الملكي، وكان في الجدار حوالين المدينه، وكان اسمها مدينه ذو الجدار الابيض، اللي كان حواليها ايه سور ابيض، وكان ليه عارف عام مش زجزاج كده، هو زي الزجزاج بس مربعات، في دخلات وشرفات طالعه لبره كده. فهو حب يعمل حاجه شبه المدينه اللي هو عايش فيها في العالم الاول، يبقى هو ده شكل ايه المجموعه الهرميه بتاعته. أوكي. هو الهدف ما كانش يبني هرم، خد بالك، هو كان اخذ المنطقه دي اللي هي في سقاره تبه عاليه شويه، وعمل حجرة الدفن أو بير الدفن عميق، وبعدين بنى ثلاث مصاطب وبدأ يبني السور اللي حوالين المجموعة. والمصري القديم ما كانش بيحفر أساسات، فكان بيعمل سور عريض، فحوالي عرض السور 10 متر. yeah. ما انت عشان ايه يبقى جامد ثابت. يعني ثابت. فكل ملك بيشرف أو هو اللي بيبني مقبرته بنفسه، فكان ايه من الوقت التاني بيروح يبص على ايه اخبار الدنيا ايه، فلقى ان السور اعلى من الثلاث مصاطب. أوكي. هي ثلاث مصاطب، واحده اصغر، مش باينين بقى من بره، مش بالظبط كده. فقال لمحاطب طب وبعدين لازم انا اشوف، لازم الناس كمان تشوف المقبره بتاعتي. فمحاطب غير ازاي، ما لازم يعلى بقى بالمصاطب، فراح مكبر المصطبه الاولانيه اكبر، وراح حط الثانيه والثالثه، وزود بقى ست مصاطب فوق بعض، حوالي 60 متر ارتفاع الهرم المدرج، وهو كله حجاره من الارض لفوق، ما فيهوش اي غرف. وحالته كويسه؟ هو حالته كويسه طبعا بالنسبه ل 2700 قبل الميلاد، حصل له يعني 2700 5000 سنه. بس قبليه كان في محاولات، يعني اهرامات دهشور دي مش قبليه؟ لا لا، ده بعديه. بعديه؟ هم اخذوا. طب ازاي ده معمول بتقنيه عاليه كده ونجاح؟ بعد كده حصل بقى الاهرامات المبعجيه الثانيه دي. لا مش مبعجيه بقى، هي ومع الورق هي كانت مظبوطه؟ لا بص، لا هو الهرم، في هرم شكله غريب جدا. ايوه اسمه الهرم المنكسر. أيوة. خلاص، هو ده على فكره من احلى الاهرامات، بس هو شكله منكسر لان المهندس بدا يبني بزاويه. فخاف ان الزاويه دي الهرم هينهار، فراح قافل الزاويه، فبقى ايه شكله ايه؟ تحس ان هو ايه مصطبتين كبار فوق بعض. مش قصدي على ده، في واحد تاني عامل زي الجبل كده بتشوفيه في دهشور عند بحيره البط. ما هو ده، هو ده؟ وما عندك اتنين اللي ورا، هو انت عارف ده وزن الهرم ده 6 مليون طن. ازاي الهرم مين وزن؟ ما هم بيحسبوا بالحجاره. تسألنيش في الأرقام. خلاص، فلا لا ده أول محاولة هنا، أنت فاهم. وعلى فكرة كلمة هرم دي مش صحيحة 100%، هي ست مصاطب فوق بعض، يعني مفيش أوض جوه المبنى ده. وهو مدفون فين؟ مدفون تحت الهرم. في أوضة تحت الأرض. في بير الدفن. وجثته موجودة؟ المومياء؟ لا ما كانش في مومياء، بس لقينا أجزاء، واخد بالك، من قدمه بالصندل بتاعه كده، يعني كان في أجزاء موجودة. المهم حكاية الهرم ده لما بقى بدأ يكبر. طب قولي الحكاية بعد الفصل؟ طب ماشي. عندك مشكلة؟ لا لا خالص. هنسمع دلوقتي أغنية حلوة. أوكي. وبعد كده فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الهرم المدرج مع جلادس حداد. المهم هنسمع إيه؟ هنغني يا طيب القلب. انت اللي قلبك طيب. يلا بعديها فاصل مزيكا. يا طيب القلب وين حرام تهجر ظنينا، مشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حنينا، يا شوق عيني لعينك، يا طيب القلب وينك،
حرام تهجر الطنينة، مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عيني لعينك. اتخيلك في المرايا في مجلسي والهدايا، يا شين ذيك السوايا من غير طلعت جبينك يا شوق عيني لعينك. اتخيلك في المرايا في مجلسي والهدايا، يا شين ذيك السوايا من غير طلعت جبينك يا شوق عيني لعينك. يا طيب القلب وينك، حرام تهجر طنينك، مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عيني لعينك، يا شوق عيني لعينك، يا شوق عيني لعينك. برافو. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. رجعنا لكم مره ثانيه وجلادس قاعده منوره. ميرسي ميرسي يا شريف ان انت كبرت لي المعبد. معبد جلادس وراه كبرناه لها وعملنا لها وحطينا لك ريش وحاجات. ايوه ريش اتمعت. طيب نكمل. طيب. الهرم. اوكي دلوقتي الهرم المدرج ده لسه بس في سنه 2020 فتحوا زياره دخول الهرم من جوه من المدخل الجنوبي. المدخل الرئيسي مدخل الشمالي. انت عارف مدخل الشمالي ده بيشير الى الشمال الصريح، يعني انت لو معاك بوصلة هتلاقي ايه بيهزروا. زيرو زيرو الشمال. طيب عندنا بقايا المعبد الجنائزي خلاص اللي هي الفاونديشن الاساسات بتاعته. المدخل اللي هو بقى من المدخل الـ السور الفظيع اللي موجود ده حصل له إعادة بناء في أول 1920. كان في عالم فرنسي كان مجنون بسقارة قضى عمره كله هناك وهو اللي عاد بناء السور. وعندك المدخل العواميد مفيش في جمالها في أي حتة في مصر. طيب عندنا برضو الجزء بتاع المقاصير لان هم كانوا بيعملوا احتفال بعد 30 سنه من حكم الملك اسمه الحبسات. الحبسات ده المفروض ان هم بيجيبوا تور اللي هو رمز الخصوبه واقوى حيوان في البيئه المصريه، وان الملك المفروض بيسارع التور لما بجد؟ هي المفروض في الغالب هي حصلت مره واحده ايام زوسر وسارع التور؟ في الغالب هقول لك ليه. فلما بعد ما بيصارع التور وبيتغلب عليه بيربطوه وبعدين بيقطعوا ديل التور. ما هو هم بيذبحوا التور اصلا انت فاهم، وبيروحوا قاطعين ديله. والملك في كل المناظر موجوده على حوائط المعابد هتلاقي الملك يعلق الديل والالهه الذكور اللي هو رمز رمز الخصوبه ورمز القوه. أوكي. تمام. ليه ما بقول لك احتمال يكون كده؟ لان احنا لقينا الجمجمه بتاعه تور وعملوا عليها الكربون ديت اللي هو بيحدد الزمان في الغالب من وقت الملك زوسر. طب تيجي نشوف الصور. يلا يلا حطينا اول صوره لو سمحت. اتفضل. ادي منظر الهرم المدرج، 6 مصاطب كبيره 60 متر ارتفاع. انا بيعجبني شكله قوي. صراحه. اتفضلوا. طيب شايف الصوره اللي فوق دي؟ صوره تخيليه، ده المجموعه الهرميه بالسور بكل حاجه. الصوره اللي تحت ده المدخل اللي هو موجود دلوقتي. انت متخيل ده 2700 قبل الميلاد؟ اوكي فظيع. ادي العواميد اللي بقول لك عليها. ده بتاعت ايه بقى؟ المعبد اللي هو في بعد البوابه، بتعدي من البوابه ده اخر البوابه بقى. ده حلو قوي.
يجنن العميل. انا عمري ما رحت اصل هناك. ده جزء من السور الداخلي، شايف الكوبرا؟ اه السور كان كله كده؟ كله كده اه. وموجود منه جزء كبير السور؟ لا مش كبير قوي. دي المقاصير اللي موجوده جنب الهرم المدرج. شكلها البومبي من فوق ده غريب شويه. ما هو ده الفتره دي. لا في عندك مثلا ابيدوس كان كده برضو. اه اوكي. ده المدخل الشمالي. وايه الحفره اللي في الاول؟ ما ده المدخل بقى اللي هو عشان هو انت ما انت ما عندكش غرف في المبنى نفسه. هو غرفه الدفن تحت. ده ايه؟ دي غرفه الدفن. يعني دي لما بتدخل مفيش تابوت ولا حاجه. ما هو تحت اهو في تابوت. اه شايف المربع المستطيل اللي تحت ده؟ اه ده ايه؟ ده التابوت أوكي. الحجر. أوكي. هو زوسر الملك زوسر ده صاحب الهرم ده. اه مين جه بعد دي؟ مش لا مش عارفين؟ لا في عارفين بس انا مش يعني عشان هو خوفو وخفرع بابا ممكن اسمه ايه؟ سنفرو. ده بعديه بكتير؟ اه لا يعني ده الاسره الثالثه. آه؟ الاسره الرابعه بقى سنفرو. خوفو خفرع منقرع. آه. سنفرو بقى هو اللي قال انا عايز اعمل الشكل الهرمي. اوكي شرفتينا ونورتينا. ميرسي يا ستي الكل. شكرا جلادس حداد. اتمنى انكم اتبسطتوا عندنا النهارده في 14 شريف. نكون معاكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم. باي باي.